السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع آية من كتاب الله تعالى يأمر الله تعالى فيها عباده المؤمنين القادرين على الإنفاق لأن يبحثوا عن الفقراء المستترين، فقال الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هنا بيّن الله تعالى لنا أوصاف هؤلاء الفقراء المستترين الذين ينبغي علينا أن نبحث عنهم وأن نعطيهم من أموالنا. والبحث عن هؤلاء الفقراء ليس بالأمر الصعب على جماعة المؤمنين، فلو أن كل واحد من المؤمنين نظر في أقاربه ونظر في جيرانه الأقربين ونظر في أصدقائه القريبين منه يستطيع أن يعرف حقيقة حالهم ويستطيع أن يقف على مداخلهم ومخارجهم ويستطيع أن يعرف أنهم أولى الناس بصدقاته وزكاة أمواله. هؤلاء الفقراء بيّن الله تعالى لنا أنهم قوم حبسوا عن السعي في الأرض لطلب الرزق والتجارات، وهذا الأمر الذي حبسهم قد يكون هو الجهاد في سبيل الله، وقد يكون طلب العلم، وقد يكون هو المرض الذي نزل بهم فأقعدهم عن الخروج للسعي وطلب الرزق. في هذه الحالة هؤلاء الفقراء إذا نظر الجاهل بحالهم إليهم يتخيل أنهم من الأغنياء، وذلك لأنهم قوم يتعففون عن سؤال الناس. أمثال هؤلاء قطع أيديهم أهون عليهم من أن يمدوها لغير خالقها، وقطع ألسنتهم أهون عليهم من أن يبثوا شكواهم لغير الله عز وجل. لكن المؤمن إذا تفرس وتأمل في وجوههم يستطيع أن يعرف حالهم بسبب أثر الذلة والانكسار الذي يكون ظاهرا على وجوههم بسبب هذا الفقر الذي يعيشون فيه. ثم يقول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحون في سؤال الناس. وهنا ربما يتوهم الإنسان أن هذا الموضع يتناقض مع أول الآية حيث قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فوصفهم الله تعالى بأنهم يتعففون عن سؤال الناس، وهنا قال: لا يلحون في سؤال الناس. وهنا المفسرون يفسرون هذا القول على تفسيرين. التفسير الأول يقولون: يحتمل أن المراد من هذا الموضع أن هؤلاء إذا أوشكت نفسهم على الهلاك واضطروا لسؤال الناس يسألون الناس سؤالا رقيقا لطيفا ولا يلحون في سؤاله. وقيل بأن المعنى أن الله تعالى لم يرد بهذه الجملة وصف هؤلاء الفقراء السابقين الذين وصفهم بأنهم يتعففون عن سؤال الناس، وإنما أراد الله تعالى أن يبين على سوء هذا المسلك الذي يسلكه أناس آخرون. وذلك كما يكون عندك رجلان أحدهما حكيم والآخر سفيه، ثم تصف هذا الرجل الحكيم فتقول بأنه حكيم وليس بسفيه. وقولك وليس بسفيه هذا لا تقصد به هذا الرجل الحكيم، فإنك بمجرد أن تصفه بأنه حكيم فأنت تنفي عنه السفة، ولكنك تريد أن تعرض بالرجل الآخر الذي يسلك هذا المسلك وتبين سوء هذا المسلك. هكذا في هذه الآية، إنما أراد الله تعالى أن يبين سوء هذا المسلك عند أناس آخرين، هؤلاء الذين يتعرضون لسؤال الناس ويحاصرون الناس عن أيمانهم وعن شمائلهم
ومن أمامهم ومن خلفهم، ويتبطلون ويتركون العمل، ويعتمدون على سؤال الناس، ويتخذون هذا السؤال هو الحرفة التي يتكسبون منها ويعيشون عليها. أمثال هؤلاء ليسوا هم المساكين الذين ينبغي علينا أن نتوجه بصدقاتنا وزكاة أموالنا إليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. ثم بعد أن وصف الله الفقراء الذين ينبغي علينا أن نتوجه بصدقاتنا إليهم وأن نبحث عنهم، خاطب الله هؤلاء الذين ينفقون من أموالهم وبين لهم أن أي شيء تفعلونه مهما كان خافيا فإن الله يعلمه، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وكأن الله يوجه رسالة لهؤلاء المرائين الذين لا يعملون عملا إلا إذا أطلعوا الدنيا كلها على هذا العمل، وكأن العمل لا يكتب عند الله إلا إذا علمت الدنيا كلها به. أراد الله أن يبين لهم أن هذا العمل الذي يراؤون به إنما هو أحرى بألا يقبل عند الله، وأن العمل الأحرى بالقبول عند الله هو العمل الخفي الذي لا يطلع عليه أحد. لذلك يقول الزبير بن العوام: اجعلوا لكم خبيئة من العمل الصالح كما أن لكم خبيئة من العمل السيء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.